الطريقه دي بقى يعني عايزه الخصها لك في حاجه بسيطه جدا، ان هي محشي ني في ني وجواه اللحمه نيه، لا معصجه ولا حاجه، زي الرز، الرز ني، كله ني في ني خالص، وهحط لها اللحمه نيه، هتربط ده كله مع بعضه وتبقى تديكي طعم جديد خالص للمحشي، هتجدد جدا يعني، خصوصا بقى المحشي ده ما بنعملوش بكتره بقى ونعمل حلل كبيره وكل الكلام ده، لا، احنا بنعمل محشي ده حله صغيره، يعني اكله يا دوبك كده على قد النهارده وخلاص. طبعا انا محتاجه ان اللحمه المفرومه تبقى باينه جوه الرز، فيها كميه كويسه، فمش هحط اكتر من نص كيلو، كفايه جدا يعني، فنص كيلو ده على حوالي نص كيلو من الرز كده، معقول قوي قوي يعني، في ناس بتحط اكتر كمان، الطريقه دي اصلا مش مصريه فبيحطوا اكتر، بس لا انا قلت هو نص كيلو اللحمه عليه نص كيلو رز، معقول نص كيلو هو كوبايتين رز، هتبقى في المعقول واللحمه باينه وغيرت لك طعم الايه الحاجه. لو حطيت انا بقى مثلا النص كيلو على كيلو الرز او كيلو وشويه زي ما بنعمل في العادي احنا المحشي بتاعنا، مش هبان، مش هتحسي بطعم الحاجه فيها تغيير، انما لا لما تعمليها في المظبوط شويه ويبقى اكله صغيره تخلص وخلاص، وساعتها خلاص تحسي بطعم حاجه جديده خلاص. فانا عندي ورق كرنب، ورق كرنب مسلوق طبعا عادي، احنا في ناس بتسلق الكرنبايه على بعضها في الحله، بتقورها كده وبتشيل الراس بتاعتها وبتقورها لو هي صغيره شويه يعني معقوله كده، وتسلقها كلها على بعضها وتبدا تشيل ورقه ورقه منها، تبقى صعبه على ناس كتير، بنبدا ان احنا نفكها ورق ونسلقها خلاص عادي في ميه، ميه وشويه كمون، مفيش حاجه خالص فيها تانيه جديده يعني. فعندنا ورق كرنب مسلوق، لحمه مفرومه نص كيلو، نص كيلو رز، شبت بقدونس، كزبره، بصل وثوم، عصير طماطم، صلصه، بهارات، ملح وفلفل، بس كده. ده كله بقى هي حلاوه برضو الاكله دي اللي هتديها طعم خفيف حلو، ان هي ني في ني، مش هحط حاجه على النار. فاحنا نجيب اول حاجه البصل والثوم ونبهره، بصله كبيره كده حلوه وحوالي 4 فصوص أو 5 فصوص من الثوم مفرومين، هحط لها ملح وفلفل، فلفل اسود، اقلب البصله مع التومه مع الملح والفلفل، البصله لو مبشوره كمان بتبقى احسن من المقطع صغير، احط عليهم اللحمه المفرومه اشربها من البصل والملح والفلفل ده، وادعكها مع الايه، مع البصله والفلفل، شويه البهارات، نص معلقه صغيره كده مش مليانه كمان، بتبقى حلوه فيها. هروح سقياها بشويه ميه، عليهم شويه ايه، ملح، فلفل، كمون، معلقه صلصه لو عايزه، مش عايزه يبقى خلاص، عندك شوربه حطي شوربه، بس طبعا هنا في لحمه مش محتاجه شوربه ولا حاجه، يبقى انا بس هغلي ميه، الميه اللي هغليها دي قد ايه بقى؟ قد الرز اللي انا حطيته، انا حاطه كوبايتين من الرز، بزود شويه صغيرين بس الكرنب يستوي معايا حلو، مبقاش مجلد، لان الميه بتكون قليله في الكرنب بالذات بتلاقيه شد معاكي. فده ممكن نديه مثلا كوبايتين رز، نجيب كوبايتين ونص من الميه، اغليهم على النار، احط معاهم شويه ايه، ملح وفلفل وكمون وخلاص على كده.